حلقة جديدة من برنامج سما بريس، نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة اليوم. البداية مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم، البداية مع فقرة بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لليوم، ونبدأ من صحيفة الثورة والتي عنونت: إلى متى يستمر بازار مياه الشرب بين قوات الاحتلال الأمريكي والتركي لتعطيش وتهجير سكان الحسكة؟ وعنونت أيضا: بيسكوف، محادثات بوتين وبايدن سارت كما كان متوقعا من قبل روسيا. ولا ننتقل لصحيفة تشرين المحلية لنقرأ: وفد المؤتمر القومي الإسلامي سوريا الركيزة الأساسية لمحور المقاومة. وعنونت أيضا: تحالف واشنطن ينفذ إنزالا جويا في ريف دير الزور ويخطف مدنيين. ولن ننتقل للصحافة العربية لنقرأ ما جاء في صحيفة الشروق التونسية: رفعت العلم الفلسطيني في وجه المستوطنين واعتقلها الاحتلال، هالة الشريف أيقونة تونسية في وجه الصهاينة. وعنونت أيضا: أول قمة تاريخية بين بايدن وبوتين، هل يطفئ الكبار الحرب الباردة؟ والآن جولة سريعة في أخبار الصحف الأجنبية، والبداية من صحيفة ذا واشنطن بوست والتي تساءلت: بعد الكشف عن رسائل وزارة العدل، كيف يمكن للجمهوريين أن يظلوا مخلصين لترامب؟ أما صحيفة ذا تايمز فعنونت: بريطانيا توجه رسالة تحذيرية لأوروبا بشأن التجارة مع بلفاست. وبالانتقال إلى صحيفة لوموند: فرنسا تلغي إجبارية الكمامة وتنهي حظر التجوال. وأخيرا مع صحيفة البايس: إسبانيا ترهن على وساطة أمريكية لحل الأزمة مع المغرب. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرات الرياضة، والبداية من صحيفة ماركا الإسبانية والتي عنونت: رسميا ريال مدريد يودع راموس. وجاء فيها أيضا: لابورتا، ميسي لن يغادر الكامب نو. ومن إسبانيا إلى إيطاليا لنقرأ ما جاء في صحيفة كوريريو ديلو سبورت والتي عنونت: إيطاليا تضرب سويسرا بالثلاثية وتبلغ دور 16. ويورو 2020، كريستيانو رونالدو يتصدر التشكيل المثالية للجولة الأولى. خطوط بايدن في قمة جنيف، عنوان مقال نشرته صحيفة تشرين المحلية، وجاء فيها: تتجه أنظار العالم إلى جنيف التي تستضيف القمة الأمريكية الروسية، ذلك لأن الاتفاق على الخطوط العريضة التي تحقق المصالح العليا لروسيا وأمريكا من دون إغفال مصالح الدول الأخرى يمكن أن ينعكس إيجابا في مجال التصدي لحل العديد من الأزمات والمشاكل الدولية التي وصلت إلى أوج تعقيداتها إبان حكم إدارة ترامب. لكن تصريحات بايدن التي سبقت القمة قد لا تبشر بالخير، لأنها كررت أكثر من مرة ضرورة مواجهة الخطر الصيني وتحذير موسكو مما سماه بايدن ووزير خارجيته بالسياسات الروسية التي تهدد الاستقرار في العالم. وبين هذا وذاك، تضمنت تلك التصريحات حاجة كبيرة للتفاوض مع موسكو لحل مجموعة من القضايا، ومن بينها الأزمات في سوريا وليبيا وغيرهما. وتابع المقال: قمة جنيف بين الرئيسين بوتين وبايدن هي حاجة أمريكية تماما كما هي حاجة روسية، وهذا يستدعي من الرئيس الأمريكي أن ينسى أو يتناسى الخطوط الحمراء التي قال بأنه لن يسمح لبوتين أن يتجاوزها، مع أنه يعلم علم اليقين أن الخطوط وعلى اختلاف ألوانها لا يمكن أن يحددها طرف واحد من أطراف هذه القمة التي تتطلب تدوير الزوايا والوصول إلى قواسم مشتركة مع تخفيف النبرات العدائية ضد موسكو وبكين في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، وكذلك تخلي واشنطن عن اعتقادها بأنها يمكن أن تعوق التطور الصناعي والاقتصادي الهائل للصين والقوة العسكرية والنفوذ السياسي لكل من روسيا والصين حول العالم، والذي لا يمكن تحجيمه بالعقوبات والتصريحات ولا بالقوة العسكرية.
وللمشاهدين ننتقل إلى فقرة صحافة العدو، حيث كشفت صحيفة يدي عوت أحرنوت الصهيونية أن رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، الذي خصص فقط نصف ساعة لجلسة الإحاطة مع رئيس الحكومة الجديد نفتالي بنيت، تعمد عدم إطلاع بنيت على معلومات حساسة في قضايا وملفات هامة، لا سيما المعلومات والتفاهمات التي قام بها مع عدد من قادة العالم واتصالاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وملف الغاز الإقليمية. وبحسب الصحيفة فإنه من غير المعقول مثلا أن تكون نصف الساعة التي خصص لجلسة الإحاطة كافيا لنقل كل ما يجب أن يعرفه بنيت. لذلك سيكون على نفتالي بنيت أن يكون حذرا في اتصالاته ولقاءاته مع زعماء العالم، وخصوصا من كانت علاقتهم مع نتنياهو متوترة، وأن يرسل فريقه ولا سيما رئيس مجلس الأمن القومي للبحث في الوثائق الرسمية والسرية حول لقاءات نتنياهو والتفاهمات التي توصل إليها في هذه المجالات. وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان زيت بذور الجزر فوائد عديدة، وفي التفاصيل: يعد زيت بذور الجزر أحد الزيوت الأساسية في مستحضرات حماية البشرة، وذلك لكونه غنياً بمضادات الأكسدة التي لها خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات. يستخلص زيت بذور الجزر من بذور الجزر البرية، وهو غني بفيتامين A الذي يساعد في ترطيب الجلد وعلاجه وإطفاء بريق عليه. أما فوائده فهي: أولاً مكافحة التقدم في العمر، فهو مضاد مثالي للتقدم في العمر نظراً لثرائه بمضادات الأكسدة. ثانياً زيادة تجدد الخلايا، فزيت بذور الجزر يحتوي على فيتامين A أحد العناصر المهمة في تجديد خلايا الجلد. وأخيراً فهو مضاد للالتهابات، إذ أن خصائص هذا الزيت المضاد للالتهاب تجعل منه مكونا ضروريا لخفض الاحمرار والتهيج والحبوب، ويساعد في تهدئة الجلد والوقاية من العدوى الفطرية وحب الشباب. رجل تحت الفستان، فيديو لعروس في موقف محرج يوم زفافها، عنوان خبرنا اليوم في فقرة الصفحة الأخيرة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا رصد موقفا محرجا تعرضت له عروس في الفلبين، حيث ظهرت عروس برفقة عريسها في الفيديو وهما يسيران إلى المكان المخصص لهما في الزفاف، إلا أن الأمور لم تنتهي كما كان مخططا لها، فبدت العروس تعاني من صعوبة في التنقل أثناء سيرها بالفستان الذي بدا مرفوعا من الأمام كما جرت العادة في تصاميم الأزياء المخصصة لمثل هذه المناسبة. وكانت المفاجأة وجود شخص تحت فستان العروس تنحصر مهمته في إبقاء الفستان مرفوعا ليظهر بشكل أنيق وملفت. ورصد الفيديو الشخص الذي كان يسير على يديه ورجليه تحت الفستان بعدما فشل في إخفاء خروجه من الثوب. والآن مشاهدينا مع رشاد رسامي الكاريكاتور. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم، إلى اللقاء.